اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا مع قيمه علميه كبيره في عالم جراحات الدقه، جراحات قمه الحرص والاحتراف، جراحات الخطا فيها غير يعني مقبول في كثير من الاحيان، لكن جراحات الرياده المصريه، جراحه المخ والاعصاب. المصريين هم رواد جراحه المخ والاعصاب في منطقه الشرق الاوسط كله. خلينا ابدا لكم حوارنا النهارده بقصتين، القصه الاولى حزينه والقصة الثانية أو عنوانها الحزن والمأساة، والقصة الثانية عنوانها الأمل والإرادة. القصة الحزن والمأساة قصة حصلت في الهند، والقصة دي حصلت في فريق كرة قدم. الفريق دوت اسمه بيثلهام، وهذا الفريق كان مشارك في الدوري الهندي الممتاز، وفي لعيب الله يرحمه اسمه بيتر باكسرور، ده حط جون، وبعدين بعد ما حط جون احتفل بطريقه فيها نوع من اللي يعني الحركه الاكروباتيه او حركه البهلوانيه. الحركه دي مشهوره جدا في الملاعب على فكره، وناس كتير بتعملها في الملاعب كلها، الملاعب المصريه والملاعب الاوروبيه. بعد ما حط الجون اتحرك حركه معينه، فقد التوازن ووقع، للاسف حصل له كسر في الفقرات العنقيه. للاسف الكسر ده تسبب في تأثير، لأنه الكسر هنا خطير جدا في الفقرات العنقية، فأثر في الفقرات الأولى والثانية تقريبا، أثر على مركز التنفس، وبعد ما اتحط على جهاز تنفس صناعي لفترة قصيرة اضطروا أو للأسف فارق الحياة. قصة مأساوية جدا، وده خلينا نقف قدام حاجة، إنه الحركات البهلوانية يا جماعة ما تتعملش كده. يعني شوف ده محترف وياما عمل الحركه دي قبل كده، واضح ان هو كان لعيب، بس الحظ بتاعه او هو طبعا القدر، يعني سبحان الله لكل اجل كتاب، انه فقد توازنه او اتزحلق. ولذلك الحركات البهلوانيه في ناس بتعملها في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره الحركات البهلوانيه دي. لكن انا بقول وبنبه على الشباب، ارجوكم بلاش الاستعراض بحركات انت مش عارف خطورتها ايه، مش عارف إيه اللي ممكن يحصل بعديها، لأن الفقرات العنقية لا ترحم. النهاردة حواراتنا برضو عنوانها الأمل، هندخل بقى على الأمل في قصص كتيرة جدا النهاردة عن الأمل مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم القدير في عالم جراحة المخ والأعصاب، اسم أكاديمي من طراز رفيع، والحقيقة اسم اجتهادي بشكل كبير جدا في البحث العلمي، وبسعد جدا بالحوار العلمي معه، لأنه دائما حوار زي ما بيقول 1+1=2، حوار محسوب بدقة شديدة جدا، بيشرح لنا بدقة شديدة جدا الأنماط التعليمية والجراحية والأساليب المختلفة، كل أسلوب قيمته إيه وأداؤه إيه ومكانه فين في خريطة العلاج لجراحات المخ والأعصاب. الاسم الأكاديمي الكبير الأستاذ دكتور إيهاب محمد عيسى، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب قصر عيني جامعة القاهرة، عضو الكونجرس الأمريكي لجراحة المخ والأعصاب، ومن جامعة كورنيل بنيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة كولومبيا الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة أريزونا الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة هلسنكي الفنلندية، وصاحب تكريم من جامعة القاهرة عن البحث العلمي الدولي في جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لأعوام 2010 و15 و17 الضيف القدير. اهلا بيك يا دكتور ايهاب، نورنا وسعيد جدا بهذه الزياره. اهلا بيك يا دكتور ايمن، كل سنه وحضرتك والساده المشاهدين بخير وصحه وسلامه. عايز ابدا الاول ان عندنا قصص، وكل قصه انا يعني هسردها بالطريقه العلميه او بالاسلوب اللي جايه بيه، بس يعني هبسطها شويه. اول هذه القصص سؤال عن الغضروف وعن ما هو مرض ضيق القناة العصبية، لأنه في أكتر من حالة بعتت لي بتسأل ليه ضيق القناة العصبية بقى منتشر هذه الأيام. تمام، هو كويس جدا إن احنا نشرح ده سؤال بيزك أو البدائي علشان الناس يوصل لها إيه معنى كلمة غضروف وإيه ضيق قناة عصبية. أولا كلمة غضروف في حد ذاتها ده مكون من جسمنا مش مرض، أي عظمتين في العمود الفقري ربنا سبحانه وتعالى خلق منهم الغضروف، يعني مادة جيلاتينية بالعقل كده زي أي حاجة صلبة بينهم حاجة جيلاتينية علشان تساعد على حركة هذه الأجسام الصلبة، فربنا سبحانه وتعالى خلق بين عظام العمود الفقري الغضروف. هو إيه عبارة عن إيه الغضروف؟ هو عبارة عن مادة جيلاتينية في الداخل زي ما احنا شايفين الزرقاء الداكنة،
ومحاطة بمادة ليفية في الخارج تحافظ على هذه المادة الجيلاتينية بالداخل وتساعد على حركة العظام وان انت تتني ظهرك وتقوم وتتحرك بسلاسة. مع العمر ومع السن احيانا يحصل تمدد او المد في المادة الليفية ديت والمادة الجيلاتينية، دي حاجة عادية جدا ما تعملناش اي قلق. في بعض الناس تعمل اشاعات تلاقي فيها تمدد غضروفي، ده عادي، مش كل حاجة باينة في الاشعة او حد عمل اشعة يقلق او حاجة، لكن القلق بيحصل او المشكلة بتحصل لما المادة الليفية دي تتقطع ويخرج منها المادة الجيلاتينية، تخرج منها بكمية كبيرة وتضغط على العصب او تضغط على الحبل الشوكي. من هنا بتيجي بداية المرض والاعراض. حبيت هنا اشرح يعني ايه كلمة غضروف، يعني في حد ذاتها الكلمة هي مش مرض، ده جزء من جسمنا، وحتى التمدد بتاعه ده حاجة طبيعية بتحصل مع العمر وفي حياتنا، مش مهم حتى لو ظهر في أشعة تمدد بسيط. لكن انفجار الغضروفي، قطع المادة اللي فيها، خروج المادة الجيلاتينية بكمية كبيرة اللي بنطلق عليها فراجمنت أو حاجة كبيرة ضغطة على العصب، ده اللي بيبدأ معاه سكة المرض والطرق العلاج المختلفة ليها. نيجي بقى لضيق القناة العصبية. القناة العصبية هو ربنا سبحانه وتعالى خلق العمود الفقري زي ما انت شايف أبعاد معينة ماشي فيها العصب والحبل الشوكي، أبعاد معينة ربنا خلقها بأرقام معينة، أرقام معينة من كذا إلى كذا، حوالي بيبقى عرض القناة العصبية، ارتفاع القناة العصبية اللي ماشي فيها العصب. أحيانا بيبقى ربنا خلق الناس حاجة اسمها كونجينيتال أو حاجة مولودين بيه، إن في ضيق معين في القناة العصبية، القناة العصبية ليست بالاتساع الكافي للأعصاب، فده بيبقى ضيقه على الاعصاب، ومن هنا تبدا اعراض ضيق القناه العصبيه زي ما هي باينه عندنا هنا في الصوره. او مع السن، ده مرض بقى بيحصل للانسان مع السن. يحصل له ايه؟ احيانا مع السن في البدايه بيحصل الغضروف اللي هي الماده الجيلاتينيه تخرج تضغط على العصب، ياخد بعض المسكنات ومضادات الالتهاب، تبدا الحاله بالتحسن ويبدا يتعافى. بعد فتره العمود الفقري، انا دايما بشبهه وبشرحه للطلبه بتوعي، ان العمود الفقري ده كائن حي، كائن بيتفاعل، لما يحصل الغضروف بتقل اتزان العمود الفقري، فمع الوقت ربنا سبحانه وتعالى خلقه انه يعوض ضعف الاتزان بان يحصل تكلسات في الأربطة، يزيد حجم مفاصل العمود الفقري، يزيد حجم الأربطة، ده بيعالج مشكلة الاتزان، بيقوي العمود الفقري، ولكن يوجد ضيق، يصبح ضيق ضغط على العصب او الحبل الشوكي. احنا باين عندنا هنا في الصورة يمكن الفرق ما بينهم، الغضروف عند مستوى واحد، المادة الجيلاتينية خارجة وضغط على الحبل الشوكي. الصورة اللي جنبها لا، كان واحد عنده غضاريف متعددة وبعد كده اللي بتحصل عنده ضيق في القناة العصبية، تكلسات علشان تعوض الغضاريف اللي حصلت، تكلسات في الأربطة، نمو في عظام العمود الفقري، فأصبح عمل حالة الضيق اللي هي ضغط على الحبل الشوكي. يمكن أنا دايما بعتبر وبدرس حتى التلاميذ بتوعي إن يمكن الضيق في أعراضه بتبقى أقوى، بالذات لما يبقى ضيق قوي جدا من الغضروف، لأن الغضروف في حد ذاته هي مادة جيلاتينية بيضغط فعلا، لكن في النهاية مادة جيلاتينية، الضغط بتاعها ما يجيش بقوة لما يبقى فيه عظام ضغطة، لما يبقى حصل تكلسات في الأربطة ونمو في عظام العمود الفقري ووصلت لحد معين من الضيق بيبقى شديد جدا. علشان كده أحيانا في ناس في مراحل صغيرة من عمرها لما يحصلها غضروف تقدر تتعايش معها، مع السن احيانا لما يحصل ضيق شديد في القناه العصبيه لا ما يحصلش تعايش، بيحصل اما بقى بدايه ضعف او الام شديده جدا. اتمنى تكون الصوره وصلت. الصوره واصله جدا واتضحت القصه. الحاله الجايه برضو من الحالات او من القصه الجايه والسؤال الجاي ده سؤال محوري مهم جدا. هو السؤال بدايته ايه؟ اللي بعت لي بيقول هناك حير تصيب أو يصاب بها الكثيرون عندما يعانوا من مشكلة طبية ما، الحيرة في اتخاذ القرار أو في اختيار طريقة العلاج. جات الحيرة منين؟ أعتقد من السوشيال ميديا، أعتقد كمان من مشاهدة البرامج بدون فهم ووعي لطبيعة البرنامج ده، يعني البرنامج في الآخر تسخيفي، لكن مش إن أنا بفرض أو بقول لك طريقة العلاج دي أحسن من طريقة العلاج دي. السؤال بقى إزاي ندي للناس ملخص أو خريطة تساعدهم في التعامل مع مشكلاتهم وتقربهم أكتر من طريقة الاختيار السليمة؟ بص يا دكتور إيمان، أنا هاخد من الكلام بتاعك ما يوصلنا لإجابة الناس على التساؤلات، لأن فعلا الكلام اللي حضرتك بتقوله بيلمس المشكلة اللي عند الناس والحيرة اللي بتصيبهم. أولا بيسمعوا كلام كتير في السوشيال ميديا، يمكن زمان ما كانوش بيسمعهم، فلما بيروحوا للدكتور بيسمعوا منه طريقة اللي بيقول عليها، لكن دلوقتي بيسمعوا كلام كتير جدا وطرق كتيرة جدا، ميكروسكوب، منظار، تردد حراري، حقن، بلازما،
ملاح جراحي، فالناس بدأت تتلخبط مش عارفة إيه الصح وإيه الغلط. أنا عايز أحط خطوط عريضة في البداية. الخطوط العريضة في البداية قبل ما أتكلم عن الملخص للطرق دي، عايز أقول إن اللي بيشتغل مهنة العمود الفقري لازم يكون ملم بكل طرق علاج العمود الفقري. ليه؟ لأن جميع طرق العمود الفقري هي طرق تكاملية وليست تنافسية. هقول تاني، والجملة دي مهمة جدا، تكاملية وليست تنافسية، بتكمل بعضها مش بتتنافس. ما فيش تنافس بين الطريقة دي والطريقة دي، ولكن هناك طريقة بتنفع لدرجة معينة من المرض، ولكن لما الدرجة بتاعت المرض بتعلى عن كده ما تنفعش ليها. المشكلة بتاعتنا بتحصل منين؟ بتحصل ان يبقى فيه دكتور التخصص بتاعه لا يجيد الا طريقة معينة، هو ما بيجيدش الا مثلا استخدام مثلا تردد حراري او استخدام علاج دوائي فقط لا غير. دول كويسين، ولكن في حالات مثلا حصل ضغط على الحبل الشوكي زي ما هنشرح، او حصل ضيق شديد او ضغط على الحبل الشوكي، لا ده محتاجين تدخل جراح. فيبقى لازم اللي بيشتغل مهنة العمود الفقري يبقى ملم بجميع الطرق، ولازم سواء الحالة او المريض يبقى فاهم ان الطرق دي تكاملية، هو مش هينفع يختار ما بينها، ولا الدكتور هينفع بالمناسبة يختار ما بينها. علشان كده قلت لازم يبقى الدكتور ملم بكل الطرق علشان يختار الطريقة المناسبة للمرض. لكن لو كان هو لا يجيد إلا طريقة واحدة هتلاقيه دايما ميال ليها حتى لو غلط. يمكن في كلمة معرفش حضرتك عارفها، دايما لما بنعمل أبحاث علمية وبنبعتها للمجلات العلمية العالمية اكتب لك كلمة conflict of interest، يعني ما يبقاش فيه المصلحة داخلة في الموضوع، واخد تعارض مصالح بالظبط. لكن لما يبقى دكتور لا يجيد إلا طريقة واحدة دايما هيرشحها للحالة حتى لو كانت مش مناسبة لدرجة المرض. فعلشان كده بتبدأ بقى المشاكل، إن الحالة اتعالجت بطريقة هي مش مناسبة ليها. أنا كان عندي في العيادة لسه في هذا الأسبوع حالة عملت عملية في الفقرات العنقية، وكان عندها كدمة عند استشاري آخر، والحالة هي ما زال عندها مشكلة ضعف، فرحت عند دكتور وعمل لها حقن على الأعصاب. أنا بشايف إن هي ما كانش وظيفتها في هذه الحالة، يعني ما كانش ينفع في هذه الحالة إن إحنا نعمل حقن على جذور الأعصاب، كان لازم تدخل لأن كان لسه في ضيق على القناة العصبية. طب نيجي ندي للناس إيه، يعني نشرح أمثلة ونشرح ليهم. هنا هو بيعرض التدخل، فيديو بيشرح التدخل المحدود بالميكروسكوب، وأنا كنت حقيقة أتمنى إن أنا لما أوصل ليه أبدأ أتكلم عليه باستفاضة، لكن أنا عايز أبدأ من تحت لفوق علشان أوصل الصورة للناس. يعني مثلا أبدأ مثلا بالطريقة رقم واحد، مثلا في غضروف بسيط ضغط على الأعصاب أو ضيق بسيط ضغط على الأعصاب مش عامل بعض الألام، ممكن هنا نستخدم العلاج الدوائي أو العلاج التحفظي اللي هي مش عيب أبدا المسكنات أو مضادات الالتهابات، علشان الناس بتعتبر الكلام ده غلط، لا هي بنستخدمها لفترة معينة. طب لازمتها إيه؟ احيانا حتى في الفقرات القطنيه حتى مع الغضروف الكبير لو اخذ مضادات الالتهابات وراح الالم بشرط، حط تحت الشرط ده يتخطى ان تفضل قوه الاعصاب بتاعته، يعني قوه العصب بيمشي على طراطيف صوابع وكوبري جلي كويسه، اذا العصب متعايش مع الغضروف الباور كويس، ممكن نتابع. يبقى ده في العلاج الدوائي مرحله مبكره او في الفقرات القطنيه الدنيا وتحسن والقوه بتاعته كويس. الحاجه الثانيه، النوع الثاني هو العلاج التداخلي الغير جراحي، اللي هو زي الحقن وزي التردد الحراري وزي استخدام البلازما وزي حاجة اسمها البرولوثيرابي العلاج التجديدي وزي أسماء كتيرة جدا بنسمعها في الماركت. الحاجات دي هو حصل تداخل ولكن ما فيش جراحة، ما فيش أي مشرط حتى يطلق عليها علاج الألم. طب دي بتستخدم فيه غضروف محدود صغير، ضيق محدود صغير أو غضروف متوسط، وإحنا مش مقتنعين إن ليه تدخل جراحة وخدنا مسكنات وما بيتحسنش، فنبدأ نلجأ للطرق دي، أو ألام مفصل الحوض أو ألام مفاصل العمود الفقري أو التهابات على الأعصاب، فنلجأ للطريقة دي. لكن إذا كان عندنا بقى غضروف كبير ضاغط في الفقرات القطنية وعمل ضعف في مشط الرجل أو عمل ألام لا تتحسن، أو غضروف في الفقرات العنقية زي الفيديو اللي كان قبل شوية عن التدخل الجراحي المحدود في الفقرات العنقية، يعني دي من العمليات العبقرية، بيجي دور التدخل المحدود بالميكروسكوب أو المنظار زي التدخل العبقري اللي هو موجود عندنا في الفيديو هنا. ده التدخل المحدود بالميكروسكوب في الفقرات العنقية، عندنا غضروف كبير ضغط على الحبل الشوكي عامل ضعف، فبندخل بفتحة صغيرة جدا قد عقلة الإصبع من الأمام بيتم استئصال الغضروف. طبعا طالما وصلت ميكروسكوب
وتدخل محدود يبقى لازم غرفه عمليات مجهزه، في ميكروسكوب وفي اجهزه الدريل واجهزه الكوزه واجهزه الملاح الجراحي او جهاز الاشعه في غرفه العمليات. زي ما احنا شايفين هنا، احنا شلنا الغضروف، دخلنا بالدريل، شلنا الاجزاء من العظام اللي ضغطه، وبعدين هنا دخلنا عملنا مقاس اللي هو القفص الكربوني او الغضروف الصناعي اللي هندخل بيه، ودخلنا حطينا الغضروف الصناعي اللي حطيناه او القفص الكربوني مكان الغضروف. يمكن لو لاحظنا في الفيديو كل شيء تم بطريقه محدوده، فتحه صغيره، ما عملناش فصل جامد في الانسجه، دخلنا استأصلنا الغضروف واحنا شايفين الصوره مكبره، اخر جزء في الغضروف زي ما كان باين في الفيديو اللي ملتصق بالحبل الشوكي كنا شايفين بوضوح الحبل الشوكي، فقدرنا نشيل الغضروف وقدرنا نحافظ على الحبل الشوكي. علشان كده الحالات ديت بالذات لما بتتعمل في مرحله مبكره بيرجع لحياته الطبيعيه تاني يوم. بس لازم لما نيجي نتكلم على التقنيه ديت او تدخل محدود، لازم جراح عنده خبره، ولازم غرفه عمليات مجهزه وفيها جميع التكنولوجيا الحديثه اللي احنا بنستخدمها. طيب احنا كده وصلنا للطريقه الثالثه اللي هو التدخل المحدود بالميكروسكوب او المنظار في الفقرات العنقية أو الفقرات القطنية علشان نزيل المشكلة. بالمناسبة كلمة تدخل محدود هي جراحة ولكن من فتحة صغيرة بنعمل فيها اللي ما يقدرش بيه الجراحين بتوع زمان يعملوه من الفتحات الكبيرة. يعني ليه وصلنا لكلمة محدود؟ لأن زمان كانوا بيعملوا جراحات كبيرة وفتحات كبيرة وأحيانا ما كانتش تجيب نتائج وكانت الناس بتشتكي، فعلشان كده حصل التطور. الحاجة وليدة الاختراع، علشان كده حصل التطور التكنولوجي اللي احنا نقدر ندخل من فتحة صغيرة وبنستخدم أجهزة، ميكروسكوب يكبر الصورة، جهاز حفار يشيل فقط الزائدة العظمية اللي ضغطه، جهاز الملاح الجراحي يساعدنا نعرف المستوى اللي احنا شغالين فيه بالظبط. كل هذا التكنولوجي هو اللي ساعد على وجود هذه الجراحة المحدودة. غير مسموح ان احنا بعد بعد التكنولوجي ده، ليه عملوها بره؟ ليه عملوها في ألمانيا؟ ليه عملوها في أمريكا؟ علشان يرفعوا نسبة تحسن الحالات بتاعتهم. إحنا مش أقل من الناس دي، لازم الحالات بتاعتنا تتمتع بنفس الحالات دي. هي دي مش رفاهية، أنا قلتها قبل كده ودايما بكررها، ده الأمان. التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب، استخدام الميكروسكوب والأجهزة الحديثة، ده الأمان اللي بيحافظ على الجهاز العصبي وبيساعد الحالة ترجع لحياتها الطبيعية بسرعة. حتى لو المستشفيات اللي بتعمل فيها مش كتيرة لأن بتحتاج تجهيزات معينة وأحيانا التجهيزات بتبقى غالية شوية، ولكن ده لازم للحالات بتاعتنا لا غنى عنه. طيب نيجي بعد كده، مثلا في حالة عندها المشكاكل دي كلها، ضيق وغضروف، ولكن في مشكلة في اتزان العمود الفقري، العمود الفقري فيه شرخ أو فيه كسر، بيجي هنا دور الدعامة مع التدخل المحدود. بنفس الفتحة الصغيرة دخلنا وعملنا التثبيت مع ان احنا اذلنا الغضروف. نيجي بقى لاخر حاجه وهي الجراحه الكامله. زي الفيديو الهندي، الراجل اللي كان الهندي اللي في الملعب اللي انت بتقول عنده كسر في الفقره الاولى والثانيه، حتى الحاجه دي بقت بتتعمل حقيقه. انا اسف مش قصدي حاجه، بس يعني عمليه زي اللي موجوده عندنا في الفيلم او الصوره اللي موجوده دي، دي كسر في الفقره العنقيه الاولى والثانيه. دي مش اي دكتور يقدر يتصدى ليها، دي محتاجه خبره معينه، خبره ودرايه بهذه المنطقه دي، عند التقاء جزء المخ مع بدايه الحبل الشوكي. منطقه خطره جدا، منطقه خطره جدا. احنا عندنا هنا كسر في الفقره دي، ومش بس كان الكسر ده، الكسر ده كان لحم بطريقه غلط، فاصبح لازم ندخل ليه بطريقين جراحيين في نفس الوقت. لازم ندخل بطريق من الامام علشان نزيل الضغط عن طريق الفم. بالمناسبه دي جراحه كامله، استخدمنا فيها الميكروسكوب، شلنا الضغط وعلشان نشيل الضغط من امامه ونقدر نرجع الفقره لوضعها الطبيعي، وبعدين قلبنا الحاله ودخلنا الدعامات في الفقره الاولى والثانيه. ودي حاجه دقيقه جدا، لانك بتدخل بالدعامات ما بين الحبل الشوكي والشريان، مهم جدا في المنطقه ديت، بيغذي جذع المخ. دي صوره الاشعه المقطعيه، يمكن في عندنا صوره بعد العمليه، دي الصوره اللي قبل العمليه، دي الصوره بعد ما دخلنا الدعامات، عملنا من الامام ومن الخلف. برضو الجراحات اللي هي الكاملة ما زلنا محتاجينها في بعض الحالات. الحالة دي ما نساهاش، مثلا ده كان حالة أحد الجنود في جيوش أحد الدول المجاورة، كان جاله شظية دخلت في الرقبة ودخلت في الفقرة العنقية الثانية وضغطت على الحبل الشوكي، وسبحان الله إن كان فرقت بمليمترات عن اختراق الحبل الشوكي وإن هي تقطعه. وكان طبعا حظه حلو جدا ان شظيه كبيره، يمكن هتبان في الصوره دلوقتي، كبيره قوي، ان هي تدخل في اللي شايف حجمها عامل قد ايه في الاشعه، ان هي تدخل من هذا المكان. انت عارف حضرتك هنا كلها شرايين
وحاجات مهمه ان هي تدخل وما تعورش الكلام ده. دي حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. دي من الحالات النادره اللي انا ما انساهاش ابدا. هنا بقى ده منظر جهاز الفلوروسكوبي او ده الصوره الصوره بيزك من الملاح الجراحي اللي هي صوره جوه اوضه العمليات قبل ما نشيل الشظيه وبعد ما شلنا الشظيه. في صوره يمكن بعد كده للشظيه شايف حجمها قد ايه، كانت داخله ضغط على الحبل الشوكي في الفقرات العنقيه. ده صوره للجراحه الكامله. انا اديت ملخص واحده واحده بطلع من حاجه لحاجه حسب درجة المرض اختارت معايا هي درجة العلاج، متماشية مع الاختيار ان في جراح او في دكتور هو عارف جميع الطرق فبيقدر يختار الطريقة المناسبة. بأكرر ودايما بقولها في يمكن معاك في اي لقاء ان درجة المرض هي اللي بتختار الدرجة المناسبة ليها. التردد الحراري كويس والحقن كويس والعلاج كويس والتدخل كويس بالميكروسكوب، لكن حسب انت استخدمته في اي درجه. لو استخدم في المرحله بتاعته هيجيب نتائج ممتازه، تم استخدامه في مكان مش مكانه هتيجي النتائج عكسيه. كل شيء في العلم جيد، لكن جيد لايه؟ هو ده السؤال. في سؤال بقى مهم قوي ناس حصل برضو عايزه تفهم، التدخل الجراحي المحدود كلمه لطيفه جميل، في منظار في ميكروسكوب ده من ناحيه، وفي كمان اساليب زي التردد الحراري والحقن بالبلازما ده من ناحيه تانية، والشله دي المجموعه دي. الناس عايزه تفهم ايه الفرق بين الحاجات دي وبعضها. هو يمكن انا في الشرح اللي فات اتكلمت عن الكلام ده، لكن يمكن اقدر اتكلم عنه دلوقتي تاني. يعني انا هبدا الاول بين التدخل المحدود بالميكروسكوب او المنظار وبين الجراحه الكامله. دايما يمكن انا عندي صوره موديل انا حاطه في العياده عندي لعمود فقري، يمكن انا اتمنى ان الصوره تبان معنا للفرق بين الجراحه الكامله والجراحه والتدخل المحدود بالميكروسكوب. انا حاطط الموديل ده في العياده علشان اشرح للناس. الصوره هنا مبينه في احد الموديل منهم في تم استئصال الصفيحه الخلفيه علشان نوصل للغضروف امام في الامام. الصوره الثانيه العمود الفقري فيها زي ما هو. هو ده الفرق بين الجراحه الكامله والتدخل المحدود بالميكروسكوب او المنظار. الجراحه الكامله بتفتح فتحه كبيره جدا، بتشيل الصفيحه الخلفيه بالكامل علشان توصل للاعصاب وللغضاريف. يمكن هنا الصوره واضحه جدا من الجنب يا دكتور ايمن. شايف الصوره اللي فوق ده التدخل المحدود بالميكروسكوب، احنا حافظنا على كل العمود الفقري، دخلنا من فتحه صغيره العظم موجود، دخلنا فقط استأصلنا الغضروف، وفوق كده احنا بنبقى شايفين الاعصاب بوضوح وشايفين كل حاجه بوضوح. ميزه الحاجه دي ايه؟ ميزتها الامان، ميزتها ان ظهرك زي ما هو، كانك ما عملتش حاجه، بتقدر ترجع لحياتك الطبيعيه. في معظم الحالات ما بنحتاجش مسامير او شرايح الا في الحالات اللي فيها مشكله في الاتزان. لكن الموديل اللي تحت الصوره دي جراحه كامله، هو فتح فتحه كبيره قوي، استأصل الصفيحه الخفيه علشان يوصل لغضروف وما شافش اللي احنا شفناه بالميكروسكوب. يبقى معنى كده علشان نوصل للناس مفهوم ان التدخل الجراحي المحدود هو تدخل جراحي ولكن محدود، بنقدر نعمل منه اللي ما يقدرش يعمله في الجراحات الكاملة أو جراحات الفتح الكبير. علشان في مفهوم خاطئ عند الناس بيوصله بعض الناس، بعض الناس اللي بتشتغل ممكن في مستشفى مش مجهز أو قليل الخبرة بيقول لك لا الميكروسكوب مش هيقضي الغرض في الحالة دي، ده لازم جراحة كاملة أو الكلام ده. لا، التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب بيؤدي لجميع الأهداف، بيحل المشكلة حل جذري، ولكن بيدينا ميزة الأمان لان احنا بنشوف الاعصاب بوضوح، بيدينا ميزه ان احنا بنحافظ زي ما احنا شفنا على عظام العمود الفقري. يعني في فرق بين واحد شل عظام العمود الفقري وواحد تم الحفاظ عليه، تم ازاله المشكله فقط زي الموديل اللي كانت انا عرضته، فبيقدر يرجع لحياته الطبيعيه وما بيحتاجش في معظم الحالات شرايح ولا مسامير. فاهم قصدي؟ وان انت شايف كل حاجه بوضوح، ده الميكروسكوب، ان انت بتشوف الحاجه بوضوح، بتقدر تستخدم الدريل، بتقدر تستخدم الكوزه لو في ورم علشان تزيل الحاجه دي من غير ما تعمل اي شد على الجهاز العصبي وتحافظ على الاعصاب تماما. لازم الناس تفهم ان في كلمه ضعف باين جدا الفروقات. في نقطه انت برضو سالتني عليها، طيب الفرق بين التدخل المحدود والتردد الحراري والحقن. لا، التردد الحراري والحقن والبلازما زي ما انا قلت ده اسمه علاج تداخلي غير جراحي، مفيش اي فتح ولم يتم فيه ازاله غضروف او ازاله ضيق. طب ده بيستخدم بيه؟ بيستخدم زي ما انا قلت في الحاجه البسيطه، ضيق مش جامد، غضروف مش جامد، فانت عايز فقط تزيل الالتهابات اللي حصلت نتيجه ليه، فبتحقن حاجه على الاعصاب، بتعمل تردد الحراري تقلل الم الاعصاب، لكن او تعمل تردد حراري على المفاصل مفصل الحوض علشان تقلل الالام المنبعثه منها.
لكن التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب او المنظار ده في جراحه تمت من فتحه صغيره تم ازاله حل جذري للمشكله. ده ليه استخدامه وده ليه استخدامه. ده في مرحله مبكره، مرحله ما حصلش فيها انفجار غضروفي ولا ضيق جامد، فنقدر نقول احنا ادينا للعيان ادويه والعيان ما تحسنش وعمل علاج طبيعي واحنا مش مقتنعين نعمل له عمليه. يجي الدور ده عالجنا الالم لكن ما استأصلناش غضروف، ما استأصلناش ضيق، ما حصلش فيه استئصال للحاجه دي. هو مش حل جذري ولكن بينفع في الحالات دي، عشان الناس تسمع الكلام كله، رغم ان انا بقول هو مش حل جذري ولكن بينفع في الحالات ديت وبيجيب اللي هي الحالات الضيق المحدود او الضيق البسيط او الغضروف البسيط. لكن عندنا غضروف كبير، حاجه كبيره ضغط على الحبل الشوكي، حاجه ضيق شديد ضغط على الحبل الشوكي، او حاجه ضغط على الاعصاب والضفيره العصبيه وبدا يعمل ضعف في مشط القدم، او الم شديد وماشي بيزك برجله، هنا لازم اشيل الضيق عن طريق التدخل المحدود بالميكروسكوب ولو المنظار. كل طريقه بتختار او درجه المرض اللي هي بتقدر تعالجه. دي مهمه جدا، وده انا بعتبره ده المحور الاساسي في العمود الفقري، نستخدم الطريقه المناسبه لدرجه المرض المناسب ليها. خلينا اشرح لكم حاجه باختصار قبل ان اسال السؤال المهم القادم. احنا عندنا في الحركه دي ان انا ارفع ايدي كده مثلا اهو، ده دي حركه. لا اللي انا هقوله ده رف قوي يعني سطحي جدا، مش دقيق قوي علميا يعني، اكيد دكتور ايهاب هيقول حاجات تفصيليه اكتر من كده بكتير، بس يعني ايه الكلام اللي اقوله ده للمشاهدين وللزملاء في البطنة يعني. فالحركه دي حركه بنقول عليها رفع ايده، حركة اسمها باسف. لو انا مديت ايدي انا كدكتور ورحت قلت له ايه زق على ايدي كده وقاومته، هو بيعمل حركة against resistance، against مقاومة، دي اسمها active movement. والمفروض كل انسان له قوة مطابقة لسنه هيئته، يعني واحد لما يكون جرم كده وفي الثلاثينات غير واحد رفيع وصفيف وخفيف وفي السبعينات، كل واحد له قوة متوقعة يعني هيعمل لك مقاومة وقوة قدام إيدك كإكزامينر كممتحن له بالشكل المتوقع له. في عندي ثلاث حاجات بقى، في إنسان طبيعي ده طبيعي خالص، أنت قلت له ارفع راح رافع، اعمل كده زق على إيدي راح زائق على إيدك كويس متوقع تمام، ده راجل طبيعي. في حاجة اسمها ضعف ويكنس، رفع إيده طبيعي قلت له ارفع راح رافع، لكن وانت بتقول له زق على ايدي حسيت ان القوه مش متناسبه مع حجمه ومع سنه. في باريسس، واحد تقول له ارفع ايدك يرفع، زق على ايدي مفيش زق خالص يعني مجرد وجود ريزيستنس مفيش. في باراليسس، باراليسس اللي هو شلل، تقول له ارفع ايدك ما يقدرش يرفع خالص، وبالتالي اكيد مش هتقول له زق على ايدي لانه مش قادر يرفع جنس الهواء، فمش تقول له زق على ايدي. الثلاث حاجات دول الويكنس والباريسس والباراليسس مفهومين بالنسبه للناس، ضعف والشلل النسبي والشلل التام، ده باللغه العربيه. انت شرحتهم جميل جدا، ربنا يبارك فيك. انا بحييك علشان كمان انت وصلت مفهوم للناس جميل جدا. انت وصلت لهم ان انا لما بتكلم عن ضعف مش شرط ان انت تبقى مشلول وقاعد على كرسي، احنا مش هنستنى بقى لما نوصل نقعد على كرسي يعني، في درجات. انت بتبدا الاول ان انت ماشي، المشي بتاعك تقيل، انا بحب دايما اقول الكلمه ماشي تقيل، كانك ماشي في رمل ما بتقدرش تجري للزمان، رجليك مش قادره تشيلك، في عدم اتزان عند المشي، تقدرش تمسك الحاجه بايدك زي زمان، او بتمسكها بس ولو بتزاول مهنه مش قادر تكتب بايدك زي زمان، مش قادر، لو بتزاول حاجه دقيقه ما بتقدرش تعملها بايدك. ده بدايات، ده بدايات الضعف. في مثلا في حالات الضغط على الحبل الشوكي يقول لك مش قادر امشي، حاسس ان انا طالع جبل وانا ماشي، حاسس ان انا ماشي زي الانسان الالي، حاسس ان انا عندي عدم توازن، رجله مش شايله وهو ماشي، ايديه ما بيمسكش الحاجه، في الفقرات القطنيه يزك على رجله وممكن يتخلع منه في المراحل الاولى، يزك شويه على رجله، بعد كده يبدا الشبشب يتخلع من رجله، بعد كده مشط رجله يخونه وهو ماشي، بعد كده في المرحله الاخيره يحصل سقوط تام في مشط القدم. ففعلا التوصيف اللي انت قلته صح، احنا مش عايزين نستنى بقى لما يحصل الباراليسيس التام. خد بال حضرتك، مهم جدا ان في بدايه الضعف يتم التدخل. احنا دايما كلمه ضعف في الجهاز العصبي ده قلنا قبل كده ده خط احمر، طالما حصل ضعف في الجهاز العصبي سواء ضعف جزئي زي في الفقرات القطنية عند مشط القدم، أو في حالات الحبل الشوكي اللي هي ثقل الحركة وإنه مش قادر يمشي مش قادر يتحرك تقيل في الحركة، هنا لازم يتم رفع الضغط عن الحبل الشوكي. فالتوصيف اللي انت وصفته أنا مبسوط بيه جدا، إن احنا وصلنا للناس إن هي مراحل متدرجة، مش شرط إن أنا أستنى لحد ما أوصل للضعف التام علشان أبدأ أتحرك. وفي ناس بترفض الجراحة، بتخاف من الجراحة، نقول لهم إيه؟ بص حضرتك، يعني
كلمة إنك أنت الأول تبقى مصمم على اختيار طريقة معينة تتعالج بيها، دي من أكبر المشاكل اللي بتقابلني. أنا عايز أقول لك النهاردة حصل لي مثالين في العيادة بتاعتي، حصل لي مثالين متناقضين تماما. واحد شاب وعنده غضروف بسيط وما زال بيعمل له ألم بسيط، وهو مصمم بيقول لي طب أنا عايز أخلص، عايز أعمل تدخل جراحي أشيله. أنا قلت له هو أنت مش محتاج، والموضوع بتاعك مش محتاج أي حاجة خالص، بقى شوية علاج دوائي وممكن علاج طبيعي. على النقيض التام حد تاني جاي على كرسي مش قادر يتحرك، وهو ما زال بيدور في طريقة تانية غير مناسبة، ويقول لك أصل أنا طب أنا خايف أعمل التدخل. حتى أنا بقول له إن ممكن نعملها لك بالتدخل المحدود بالميكروسكوب ودي نتائج، وهو ما زال خايف. ما زال خايف من حاجة هي حصلت له أصلا، يعني هو خايف من إن يحصل له ضعف. طب ما أنت حصل لك ضعف وسبت نفسك. يعني في ناس مثلا ممكن يقولي مثلا في العيادة يكشفهم وبعدين عندهم ضعف وضغط على الحبل الشوكي، اقول لهم انتم محتاجين تدخل محدود بالميكروسكوب. يجوا لي بعد 3 سنين اجي اقرا التذكره قدامي الاقيهم كانوا بيتحركوا وجايين لي دلوقتي على كرسي. هم سابوا نفسهم الفتره دي. انت لما بتسيب نفسك مع وجود التقنيات الحديثه، يعني ايه التقنيات الحديثه اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده؟ هي التقنيات الحديثه دي عملت الفرق عن الحاجه اللي كانت موجوده زمان. احنا مش هناخد بكلام بعض الاطباء اللي لسه ما عندهمش القدره يتعاملوا بيها او عندهم الخبره، او بعض الاطباء للاسف يعني هم معلوماتهم من بيت مقصوره عند حد معين، فبيقول للناس ان انت يعني بيديهم ياس من ان هم يعملوا اي تدخل، ان انت مش هتستفاد، ان الحاله بتاعتك ده صعبه. لا، دلوقتي مع التدخل المحدود الجراحي المحدود بالميكروسكوب النتائج بقت مختلفه جدا، بالذات لما بتتعمل في مرحله مبكره. انت بتقدر تشوف الضغط على الحبل الشوكي، بتقدر تزيله، بتقدر تستخدم كل الاجهزه المتاحه علشان تزيل المشكله لضغط. لو حاجه عظميه ضغطه بنستخدم الدريل علشان نشيلها من غير ما نتلامس مع الجهاز العصبي. معلش انا عايز اشرحها ببساطه، يعني ايه دايما انا دايما اتكلم مش عايز اتلامس مع الجهاز العصبي وانا بزيل للحاجه دي؟ تخصص من جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري مش علشان ده تخصصي، هو تخصص ديليكت او فاين أوي. يعني حتى الجراحين في التخصصات التانية لما بيجي يزيل ورم، هو أهم حاجة عنده فهم التشريح، فداخل هيزيل ورم، هيزيل الورم من الحاجات المحيطة به وخلاص، مفيش مشكلة. وحتى لو حاجة تأثرت، وعاء دموي تأثر، مفيش مشكلة، حاجة اتقطعت بتتصلح. الجهاز العصبي مفيش فيه الكلام ده، أنت بتتعامل مع خلايا لو حصل لها أي حاجة مش هترجع تاني، ثمينة جدا. تاني حاجة رغم إن هي ثمينة جدا وحساسة جدا، حساسة للتلامس وحساسة للضغط عليه حتى وانت بتشيل المشكله. علشان كده ده في فرق بين جراح قضى حياته وعنده خبره كبيره وبين جراح تاني مش قادر يعمل الحاجه دي. الجراح اللي فاهم بيستخدم التقنيات وبيبقى عنده خبره، انا يعني في التعبير رقيق في التعامل، رقيق جدا في التعامل مع الجهاز العصبي. انت حضرتك لما بنيجي نزيل غضروف او ضيق ضغط على الحبل الشوكي او حاجه، يعني ايه ان انا اعمله من غير ما اتلامس؟ هنا مثلا في الفيديو شلنا الغضروف من غير ما اضغط على الحبل الشوكي. لما يبقى حاجة متكلسة بستخدم الدريل أو الحفار وزيل الحاجة اللي ضغطة ديت تدريجيا، بحيث ان انا ملمس الجهاز العصبي. زي ما بالضبط اجي برتقالة مثلا، انا عايز اسهلها للناس، برتقالة عايز ازيل القشرة المحيطة بالبرتقالة من غير ملمس البرتقالة، احافظ على البرتقالة بعد ما اقشرها تبقى واضحة وسليمة. البرتقالة ده هفرطها ده الجهاز العصبي، القشرة المحيطة بيها دي الحاجة اللي ضغطة عليها. انا بستخدم التقنيات زي الدريل زي الكوزة في حالات الاورام مع الميكروسكوب، ان انا ازيل القشره او الحاجه اللي ضغطه واحافظ على جسم البرتقاله من غير ما يتهتك اي حاجه فيه. دي عبقريه التدخلات المحدوده اللي بتحتاج تقنيات وبتحتاج خبره. طب الحاجات ديت موجوده وبتتعمل بالطريقه الحديثه، طب ازاي نسيب بني ادم عنده ضعف يوصل لمرحله الشلل؟ انا شايف ان ده تفكير خاطئ جدا، ولازم دورنا الاعلامي ودورنا مع الحاجات الحديثة والتقدم اللي حصل ده ان احنا نوعي الناس ده، ان انت كل ما بتقعد اكتر كل ما بتدمر الجهاز العصبي بتاعك، ولما بتتأخر في عملها نسبة رجوعك ما بتعملهاش زي ما انت بتعملها في مرحلة مبكرة. عندي سؤالين هتضمهم في سؤال واحد ونجاوب عليهم. الشق الاول في السؤال، الجراحة الملاحية. الجراحة الملاحية كلمة الناس بتسمعها دلوقتي عايزين يفهموها بالتفصيل. الجزء الثاني، واحنا بنتكلم على التقنيات واحنا بنتكلم على غرفة العمليات المجهزة، يتهيأ للبعض ان هذا هو المقصد وان هذا هو زي ما بيقولوا حجر الزاوية الذي ينبغي ان نهتم به جدا. اما الخبرات والقدرات فدي تيجي في المقام الثاني، انها المكنة
أو الأجهزة وليس الإنسان الذي يقف خلف الأجهزة أو المكن. طيب. لدرجة أن البعض دلوقتي بقى بيسأل عن المكن وعن الأجهزة قبل أن يسأل عن الجراح في بعض الأحيان. تمام. الإجابتين مهمين جدا. أنا هبدأ بسؤال الجراحة الملاحية. أنا ما بحبش لفظ الجراحة الملاحية، بحب أستخدم، وأنا دايما في حكاية الأسماء حتى في الأسماء الطبية لما باجي أدرس الناس بتوعي أو اللي بيساعدوني بحب أخلي الدنيا مور سيمبل أو ببساطة أكتر علشان أوصل المعنى. أنا هسميها تقنية الملاح الجراحي. تقنية زي ما تقنية الدريل أو جهاز الحفار، زي ما تقنية الكوزة اللي بستخدمها، هي إحدى التقنيات الحديثة اللي بستخدمها معايا في غرفة العمليات علشان تزود نسبة الأمان للحالة. دي عبارة عن جي بي إس أو خريطة داخل غرفة العمليات. طب في أنواع إيه الملاح الجراحي؟ علشان الناس بتتلخبط وعلشان الكلام ده بيلخبط الناس. أنا أتمنى لو نرجع بالصور شوية لأول صورة. هو في كذا نوع، في النوع البيزك اللي لازم يبقى موجود في أي غرفة عمليات اللي هو الفلوروسكوبي. أكيد حضرتك عارفه، جميع الناس عارفه، كل الناس عارفه، اللي هو جهاز الأشعة العادية اللي هو بيورينا المستوى اللي أنت شغال فيه، بيورينا ثنائي الأبعاد، حتى لو بندخل بدعامة بيورينا إحنا داخلين فين، بيورينا الأبعاد بتاعت الدعامة بس ثنائي الأبعاد. لكن بعد كده الأطباء أو الناس بتوع جراحين مخ الأعصاب صورة الملاح الجراحي اللي هو البيزك اللي هو الفلوروسكوبي في غرفة العمليات، لقوا إن إحنا عايزين حاجة متقدمة أكتر تورينا كل الأبعاد، فعملوا جهاز النيورو نافيجيشن اللي هو باين عندنا ده حضرتك. ده عبارة عن إيه؟ عبارة إن الحالة بتعمل أشعة بتتعمل على سي دي معين، والسي دي ده يتحط في الجهاز ويتطابق في غرفة العمليات بإحداثيات معينة بحيث الإحداثي اللي يبقى على جسم الحالة يتطابق مع الصورة اللي موجودة زي الصورة اللي بعد كده. كده إحنا عارفين بالضبط إحنا فين، شايف إحنا داخلين في مكان وبيتطابق قدامنا على الصورة إحنا فين بالضبط. دي حاجة دقيقة جدا بتورينا إحنا ماشيين فين بالضبط بدقة معينة. فايدتها إيه؟ فايدتها في أماكن الدعامات بتتيح لنا إن إحنا أولا بنعرف المستوى بدقة، داخلين في أي مستوى بدقة، حددنا أبعاد الدعامات، نسبة الخطأ إن شاء الله ما عادتش موجودة. دي أسباب الدنيا، دايما أنا بتكلم كل الحاجات دي أسباب الدنيا اللي ربنا أمرنا ناخد بيها علشان الدعامة تدخل صح، ما تقربش من عصب، تدخل كاملة، نقدر نستأصل الحاجة بطريقة كاملة، بتدي طريقة العلاج اللي بتساعدنا علشان نعمل العملية بدقة متناهية. نيجي بعد كده لقوا العلماء أو من الشغل إن جسم الإنسان لما بنبدأ نعمل لنا عملية الإحداثيات بتاعته بتختلف مليمترات عن اللي موجودة في الأشعة. ربنا خلقه لما بنفتح مع الدم اللي بينزل مع الحاجات جسم أو في المخ لما بينزل السي اس اف أو السائل المخي بيتغير الإحداثيات بتاعته عن الجهاز أو عن الصورة اللي احنا عاملينها قبل ما يدخل في غرفة العمليات. فبقى في حاجة اسمها جهاز الملاح الجراحي مع جهاز أشعة في غرفة العمليات زي ما انت شايف. يعني العيان ده ترابيزة عمليات بتدخل في جهاز الأشعة ونعمل أشعة فنعيد الإحداثيات تاني وإحنا شغالين علشان لو في فرق ملي أو 2 ملي نتلافاه، وده قمة الدقة في هذا المناح الجراحي. على الأقل أنا المستشفيات اللي بقى شغال فيها لازم يبقى فيها نمرة 1 ونمرة 2 ملي، أنا قلتهم يعني جهاز الفلوروسكوبي وجهاز النيورو نافيجيشن اللي هو التاني لازم يبقى موجودين علشان لو احتاجناهم وبصفة مستمرة. يعني المستشفى المتخصص المجهز فيها كل حاجة، فيها قلنا الميكروسكوب، الدريل، الكوزة، فيها فريق مراقبة الأعصاب، فيها جهاز الملاح الجراحي بصفة مستمرة موجود. دي التولز، دي أسباب الدنيا اللي احنا لما بناخدها ربنا بكرمنا والحالات بتبقى كويسة وبترجع لحياتها الطبيعية. هل تغني عن المهارة والخبرة؟ كويس جدا. أنا هستعين في الحالة دي كلمة أنا سمعتها منك قبل كده وعجبتني جدا. أنت قلت مهما كانت العربية متقدمة لكن لازم السواق يبقى ذكي وفاهم، علشان كده في سواقين سباقات عالمية بيقدر حد يعمل بالعربية اللي ما يقدرش حد تاني. مايكل شوماخر يعني بالظبط. في جراح عنده خبرة معينة وعنده علم معين. يعني دايما حتى في أمريكا، احنا لسه بنتكلم عن البحث العلمي، دايما في أمريكا كنت أول ما سافرت كانوا دايما دكتور أيمن الحالات هناك كانت تخش على باب ميد مكتبة الصحافة الأمريكية علشان تشوف الدكتور اللي رايحه له كتب في الحالة اللي هي عندهم ديت أبحاث قد إيه، يبقى معنى كده هو متخصص فيها قوي. أنا أتمنى طبعا مع الوقت الثقافة دي توصل لمصر، وطبعا بدأت توصل، الناس بدأت تشوف ده عمل أبحاث، تخش على صفحة الفيس بتاعه وتشوف الحالات اللي عملها وتتواصل مع الناس. والسمعة، احنا بلد السمعة فيها بتوصل، دكتور عمل عدد معين من الحالات، كل يوم عنده عمليات بعدد كبير معين، أصبحت عنده خبرة معينة. تاني حاجة الدرجة الأكاديمية بتاعته حاجة مهمة،
معلش انا شايف ان الناس بتوع زمان كانوا اذكياء قوي في النقطه دي، كان يقول لك ده استاذ، ده حصل على الشهادات الفلانيه، لدرجه كان يقول له ده لازم في جامعه فلانيه، لان ده معناه ان هو حصل على خبره معينه. كل الحاجات دي هتنصب في مصلحه الحاله، خبره عمر، مع انه حد مشهود له باراء الناس بانه عمل بيعمل عمليات كتيره وان النتائج بتاعته كويسه وان هو ليه ابحاث علميه في المجال ده، وبالتالي واخر حاجه بيشتغل لازم في مستشفى مجهزه. ما هو لازم الخبره العلميه دي، ما هو لازم شمخر اللي احنا قلنا عليه، لازم عربيه فريق تعبر عنه فريقه. ما ينفعش فريق عمل، ما ينفعش يركب عربيه ضعيفه امكانياته مش هتقدر تطلع عليها. فلازم يبقى مستشفى متخصص، مستشفى مجهز، مستشفى فيها كل الامكانيات. شايف الصوره اللي غرفه العمليات اللي معروض مجهز فيها كل حاجه. انا عارف ان عدد المستشفيات ده ما بيبقاش كبير، وعارف ان اي مستشفى علشان يبقى فيها التجهيزات دي، سواء الميكروسكوب، حتى الدريل، البنط بتاعته بتتغير بالاستمرار، الاجهزه بتتغير بتحتاج صيانه معينه او حاجه، انا عارف ان الامور دي يمكن بتزود تعمل المستشفى دي تخليها مكلفه، ولكن لا غنى عن الكلام ده. احنا بنتكلم في ادق جراحه، وبنتكلم في ادق جراحه واثمن شيء اللي هو الجهاز العصبي، بنتكلم عن حاجه لو اتعملت بعون اللي صح من اول مره بيعيش طبيعي وبيرجع حتى الوضع المعيشي اللي هو يشتغل ويزول حياته الاقتصاديه بسرعه يعني. زي ما احنا شايفين غرفه العمليات ينبغي ان تكون بهذا القدر من التقدم والتكنولوجيا والابهار، لكن لا تغني ابدا حجم التكنولوجيا عن الخبره وعن القدره والمهاره والتدريب والليرنينج كيرف الجيد والموهبه. على فكره الجراحات موهبه يا جماعه، يعني كل جراح في منطقته وفي حتته موهوب، ونوعيات الجراحات ايضا، يعني جراحات الناس المتخصصين بقى دلوقتي في ناس متخصصين في النوعيه دي من الجراحات، وفي ناس متخصصين في نوعيه تانية من الجراحات. الجراحات موهبه وحرص يا دكتور. طبعا يعني حرص ان احنا نطور نفسنا مهم جدا، ان بس مش بس الموهبه، انك انت تبقى عندك حرص ان انت تطور نفسك في المهنه بتاعتك باستمرار، حرص ان انت تقدم للحاله بتاعتك تبقى متخصص بدقه في حاجات معينه وبتقدم له فيها بفضل الله سبحانه وتعالى الامان فيها. الحوار دائما في عالم جراحه المخ والاعصاب حوار يتسم ايضا بالدقه الشديده في التوصيف. النهارده احنا بنينا زي عماره من الفهم، العمارة دي تتلخص في أكثر من نقطة مهمة جدا. أولا ينبغي أن تفهموا الفروق جيدة بين عالم الجراحة المحدودة وبين الأساليب اللا جراحية أو التي تشبه الجراحة لكن ليست بالمعنى الفعلي جراحة. التردد الحراري، بلوروسيرابي، الحقن، كل دي أساليب. القصة تكمن في اختيار المناسب للشيء المناسب. كل شيء جيد طالما وظف لمكانته ومكانه. الجراحة تحتاج إلى اتخاذ قرار مناسب في توقيت أيضا مناسب. دايما لما بنقول it is never too late، لا، في العالم جراحة المخ والأعصاب في أوقات it is too late، أنت جيت متأخر يا باشا، أنت جيت بعد ما الفاس وقعت في الرأس، فأرجوكوا ما توصلوش للمرحلة دي. مهم جدا نفهم دور الملاح الجراحي أو الجراحة الملاحية أو الجراحة المخطط لها مسبقا معناها إيه، وأيضا نفهم أنه رغم أن التكنولوجيا مطلوبة ومحبوبة وطبعا مثمنة، لكن مهم جدا جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف المهارة والموهبة والليرنينج كيرف التعليمي للجراح يكون مناسب لهذه الكم أو هذا الكم من التكنولوجيا المتقدمة. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير أستاذ الدكتور إيهاب محمد عيسى، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب قصر عيني جامعة القاهرة، عضو الكونجرس الأمريكي لجراحات المخ والأعصاب، جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة كولومبيا وجامعة أريزونا وجامعة هلسنكي، وصاحب التكريم من جامعة القاهرة عن البحث العلمي الدولي جراحات المخ والأعصاب لأعوام 2010 و15 و17. شرف كبير لينا دايما وجودك معنا. شكرا لك يا دكتور أيمن، واتمنى ان احنا نكون وصلنا أجوبة الأسئلة اللي بتشغل الناس حوالين العمود الفقري وتدخلات العمود الفقري. رسمت خريطة رائعة جدا لكثير من النقاط التي ربما فيها الكثير من الضباب في الفهم والثقافة حول عالم ينبغي ألا يكون فيه أي ضباب، ينبغي أن يكون الصورة واضحة تماما ودايما تكون كل النقاط بين كأنها عليها أو مسلط عليها ضوء كبير للغاية، لأنها منطقة الظلام فيها يبدو مخيفا للغاية. خليكم دايما مع الدكتور.